مع حضراتكم بهذا الموضوع، لان طول الاسبوع الحقيقه اللي فات ومن امبارح من ساعه وصول الكابتن خطيب زي ما حضراتكم شفتوا قد ايه الناس بتحب الراجل ده. مهما يتقال ومهما يتعمل الناس بتحب هذا الرجل لانه رجل محترم، رجل محترم. بعيدا عن كره القدم والفنيات ممكن نقول اي حاجه عنه ونقول اسطوره ونقول كذا وكذا، ولكن ده شيء والاخلاق والمبادئ وقيم النادي الاهلي اللي بيتمسك بيها دائما، واللي خلال سنه ونص او السنتين اللي فاتوا كان هناك حاله كبيره جدا 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 من عدم التمسك بالمبادئ، خليني اتكلم بمنتهى الاحترام، من البعض، من البعض كان هناك عدم التمسك بالمبادئ النادي الاهلي. ولكن كابتن محمود الخطيب كرئيس لمجلس الاداره وك كبير العائلة الأهلوية تمسك في فترات صعبة جدا. الحمد لله ناس بتشوف دلوقتي النتائج بسبب تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي بمبادئ وأخلاق النادي الأهلي إيه اللي حصل. وبالتالي كلنا كنا عايزين نطمن، كلنا كنا عايزين نعرف كابتن محمود الخطيب أخباره إيه. الحمد لله الأمور مطمئنة بشكل جيد، هناك تحسن حتى ولو طفيف، ولكن هناك تحسن. إن شاء الله خلال هذا الشهر هنوالي حضراتكم بكل المعلومات اللي بتجيلنا، هنقولها لحضراتكم واللي احنا بنحاول نحصل عليها من مصادرنا، هنحاول نقولها لحضراتكم اول باول للاطمئنان على الكابتن محمود الخطيب. الانسان اللي الناس كلها بتحبه، الانسان اللي الناس كلها بتحبه، بعيدا عن يعني حتى اللي بيختلف مع الكابتن محمود الخطيب بيحبه. ف هنطمن حضراتكم اول باول، وان شاء الله تبقى الامور جيده، وان شاء الله تبقى الامور واضحه لحضراتكم خلال الفتره اللي جايه. كابتن خطيب الدنيا الحمد لله ماشيه، حتى لو التحسن كان طفيف جدا، ولكن الحمد لله ان في تحسن، لانه الفتره السابقه كانت صعبه شويه وكانت الامور صعبه شويه، ولكن في النهايه لما تيجي تتكلم حتى مع الكابتن بيقول لك خدمه اعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بالنسبه لي هي كل حاجه، كل حاجة. أحد الأصدقاء بيقول لي يعني كابتن خطيب يعني كلنا بنحبه وهو عارف إحنا قد إيه بنحبه، ولكن يريح شوية، هو الراجل عايز يخدم جمهور النادي الأهلي وعايز يخدم أعضاء الجمعية للنادي، أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لأنه الكلمة اللي دايماً يقولها لنا إحنا وإحنا حتى لعيبة كان يقول لنا إيه؟ يعني يقول لك يا جماعة يعني مين اللي عمل لنا اسم؟ مين اللي حط اسم محمود الخطيب ده في الناس كلها بتحبه؟ هو اسم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، عشان كده اي حاجه هنعملها هتبقى قليله جدا بالنسبه للي عمله لنا جمهور النادي الاهلي واسم النادي الاهلي. وبالتالي الحمد لله الامور جيده، الدنيا ماشيه بشكل جيد، الدنيا الحمد لله الحمد لله، وان شاء الله خلال الفتره اللي جايه على قد ما نقدر هنقول لحضراتكم كل المعلومات اللي بتصلنا على حاله الكابتن محمود الخطيب. طمنوا تقلقوش، كابتن محمود زي الفل. ده الموضوع الاول اللي انا كنت عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، وكان